بس البيت تعبان والله حيل. ايه والجو بارد. ماكو كهرباء، ماكو خدمات، يعني كل شيء ماكو، كل شيء ما صار يعني بهاي المناطق يعني. النائب جه هنا وحكينا وياه، قال اسوي لكم اعمار، هذا كل شيء ماكو، هاي الآية المدرسه ظلت، قال اسوي لكم المدرسه. هسه جهالنا كله اصغار يروح مشي في مدرسه بعيده، يروح ويا الشارع، نخاف عليهم. ذاك اليوم جاهل اندعم. موجوده يعني المنظمات تعمل في مجالات تشغيل الشباب العاطلين، ولكن ليس بالمستوى المطلوب، لأن المنطقة تعرضت إلى كوارث وتعرضت إلى ظلمات، بحاجة إلى اهتمام من قبل الجميع.